شاء الله. سلام، شوفوا الاستواء الله، شنو شوفوا المستخبي، مو هذه صينية. السلام السلام السلام. ايوه، عبي 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 عبي. حياكم الله حبايبنا غاليين، يا هلا والله مرحبا. اليوم من عندنا بن قعود. يا هلا مرحبا. يا هلا. سوي مندي بالمحشي. مندي بالمحشي، تابعونا. عندنا مندي مع المحشي. هذه الكبدة بالمة البطن، حطينا جوا الكبدة وغلفناها. والذبيحة ما انت متبلها، فقط تحط عليها مرخ. هذا انا وهذا انا رتبناه، الرز تحت والمحاشي تحت، وهذه الذبيحة وهذا المرخ بنسكر عليها الحين. سلام، نعطيه نص لفة. ما شاء الله تبارك الله. طبقناه الحين 25 دقيقة على نار عالية وساعتين على نار وسط. بسم الله. أقرب. سلام. ما شاء الله تبارك الله. شيل 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 هذولي. يتناظر يتناظر. شوف المرخ كيف التقميرة تطلع. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. سلام، شوفوا الاستواء. الله يتناظر. شنو شوف المستخبي. اوه لا لا ما يحرم. بس المحاشي تحت. اي. ملع يوخال. هذا الرز. ما شاء الله. مدري والله مستوي. متفرقات. هذا رز بن ومزه. ما شاء الله ممتاز. سلام. ابو صقر. اقول تبي تعرف الرز؟ جيبها من تحت لفوق. الله. سلام. هذه الكبده لحمة البطن صح؟ وش الفائده؟ تجيك الكبده طريه؟ ما يحتاج. سوائلها محتفظه بسوائلها، لا تنشف ولا شيء. سلام. مو هذه صينية؟ المواشي. المحاشي. المحاشي. شو المواشي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. باقي المحاشي. يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. السلام. هنا واحدة. لا يبه. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. اللهم ادمها نعمة وزيدها واحفظها من الزواج. اصبر دقيقة. وش باقي؟ باقي الخلطة. صوص. الله. السلام 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 السلام. ايوه، عبي 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 عبي. ما شاء الله تبارك الله. عبي صوص. السلام. وش مكوناته ذا بسرعه؟ مكوناته سلمك الله لبن وطحينه وشوي ليمون وشوي ملح. وهذا حسابنا على سناب شات، وفي يومياتنا، وباذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسون الاشتراك في القناه وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.